والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين عناية السيد الرئيس الفاضل الحاج رحال محمد السلامي رئيس الفيدرالي المغربي الممول الحفلات، السادة والسيدات أعضاء المكتب التنفيذي الفيدرالي، السادة والسيدات أعضاء اللجنة التحضيرية التنسيقية للجالية جهة طنجة الستوالي الحسيمة، السادة الممثلين رجال الشرطة والسلطة الإعلامية، السادة والسيدات الحضور الكرام، تحية طيبة مملوءة بالعطر والمحبة والتسامح، رمضان مبارك كريم. باسم اللجنة التنسيقية الفدائية المغربية وممول الحفلات لجهة طنجة تطوان أرحب بجميع الحضور على مجهودات التي قاموا بها معنا اليوم، وهي الحضور رغم أجواء الصيام وتعب السفر. الشاون ومدينة وزان كي لا أنساها. الإخوة كاملين مجهودات جبارة اللي قاموا بها الناس ديال المكتب التنفيذي حاليا واللجنة التحضيرية سابقا. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السيد رئيس فيدرالية ممولي الحفلات بالمغرب الحاج محمد بن رحال السلامي، حللتم أهلا ولازلتم أهلا وسهلا بين ظهراني مدينتكم الحمامة البيضاء التي ترمز إلى السلم والسلام وترمز بجناحيها الممدودتين لتقول لكم مرحبا في تطوان. فاليوم لي عظيم الشرف لأن كنتواجد في هذه المدينة، مدينة الحمامة البيضاء وهي مدينة السلم والسلام، ومن هذا المنبر كنطلب أنا جميع الإخوان الممولين اللي في الجمعيات ولا الفروع كنطلب السلم والسلام لأنها مدينة السلام فعلا. من المتاعب ديالي وفي الماء البيت الدعوة كيسامحوا في كل شيء وكيجيو معايا وكيسافروا معايا وكيقول لي سي محمد ديالنا انت الرئيس ما نسامحوش فيك. فانا كنطلب جميع الناس الممولين وعندهم حريه التعبير وحريه الاختيار، فلما يمشيو لشي جمعيه ولا فرع ولا فيدراليه انا كنسامح لهم وما كنسامحش لهم الا ما داروش حريه الاختيار سواء في الفيدراليه سواء في الجمعيه سواء في فرع. فانا كنطالبهم قبل ما ناخذ الاختيار شي جمعيه نبحث شكون ماليها شكون التاريخ فين هاد الناس، ونسول الغادي والبادي ونسول الكبير والصغير ونقول سيد عنده اسم. لا لحظة الإعلان والختام نشكرهم جينا اليوم ان شاء الله باش نقنوا ونأثروا هذه الحرفه اللي هي حرفه شريفه باش نزيدوا بها القدام وباش نهزوا المستوى ديالها ونكبروا بالناس ديالها ونوصلوا ان شاء الله فين بغاهم. الاتصالات راكناها في اللقاء مع الاخوان، هو تحسين السكن، هو الصحه، التاطير ديالهم، التكوين المهني، الصحه، السلامه الصحيه وما يزيد على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السيد بن يونس نائب الكاتب العام الفيدرالي المغربي ممول الحفلات. حنا اليوم جينا لقاء تواصلي مع اول لقاء تواصلي مع جهه الشمال طنجه تطوان الحسيمه، واليوم يعني تم اختيار ممثل الجهه ان شاء الله هو السي عبد الكريم فقيه خيطور مفضل، واليوم طرحنا بعض النقاط اللي تتهم يعني الجهات الشماليه، وحاولنا يعني نتعرفوا على يعني على العدد ديال ممولين الحفلات اللي كاينين في الجهه، وعلى يعني الاكراهات اللي كاينين في الجهه والمشاكل الاجتماعيه. والحمد لله يعني هذا يعني غيكون هذا اول لقاء وما غيكونش الاخير، لانه غادي نبنيو عليه ان شاء الله يعني الاجتماعات المقبله ان شاء الله اللي غتكون ان شاء الله على صعيد المغرب باذن الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدمكم السي عبد الكريم فقيه خيطور مفضل، منسق جهه طنجة الستوالي الحسيمة. نشكروا الناس الفيدراليه اللي فتحوا لنا المجال ان نقننوا هذا المجال تمويل الحفلات، وفتحوا لنا بيبانهم بالنسبه لتكوين الاخوان الممولين الحفلات، من غير الممولين حتى العمال ديالنا الممولين، بالنسبه للسرباي، بالنسبه للطباخه، بالنسبه للاخوان كامل اللي كيشتغلوا في هذا القطاع هذا. وزعما كنشكر بزاف الاستاذ الكبير ديالنا الاستاذ رحال السلامي، زعما كان واحد التقدير، زعما حتى حنا بالنسبه لنا في الشمال دخلنا في هذه الفيدراليه بواحد القلب مفتوح، بواحد الرغبه في العمل، نقوموا حنا دخلنا بواحد الغيره في هذا المجال ديالنا تمويل الحفلات. وزعما واحد الفرحه ما تصوروش، اللي واحد الفرحه كبيره عندنا باش دخلنا معاهم في هذه الفيدراليه، وكنشكروا الجميع. وشكرا. معكم دكتوره سعاد زكي من مدينه العرائش، صاحبه قاعه كيلوباترا ورئيسه منتدى الدولي للتسامح والابداع الثقافي. من هذا المنبر فانا كنشكر الفيدراليه اللي هي دارت الفيدراليه المغربيه للممولين والحفلات، اللي اليوم دارت الحفل ديال التنسيقيه بمدينه تطوان، يعني للشمال كله، هذا الحفل هذا العرس التاريخي. وكنتمنى انه تحقق كل الاهداف اللي هي كتصب لهم، وكنتمنى تضمن حقوق الممولين واصحاب القاعات في هذا الدومين هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا هذا اليوم هذا هو كان يوم غنقول عالمي، ما نقولش غير جهوي ولا محلي ولا مغربي، هذا يوم عالمي بالنسبه لممولين الحفلات ككل. كنقدم الشكر لجميع المشرفين على هذا الحفل وعلى هذا الشيء. هذا الشيء كان في المستوى، ونهار كبير هذا ان ممولين الحفلات جهات حسيمه، تطوان، طنجه مجموعين، والجهه الشرقيه والغربيه، ونهار كبير هذا. ومن هذا المنبر كنقدم الشكر للجميع، وهذه بادره طيبه غتعود بالنفع على جميع الممولين، وهي اللي غادي تخلي مدينه تطوان من الاوائل في مجال الحفلات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.